معرض الصفحة الرئيسية حبيت أركز فيه على المساحة الرقمية الخليجية بالأخص من بدايات الألفينات إلى 2009 بشكل معين. أنا مواليد التسعينات، فهذه الفترة الزمنية اللي أنا عشت فيها على الإنترنت وكانت تمثل بدايات وجودي الرقمي على الإنترنت. فطبعاً مختلفة اختلاف شامل يعني عن المساحة الرقمية الموجودة حالياً. أكبر شيء يمكن لاحظته أن قبل كانوا الناس في حالة تخوف من الإنترنت، خاصة في مجتمعنا اللي محافظ يعني نوعا ما، وعندنا عادات وتقاليد معينة نتمسك فيها. كانوا الناس حذرين جدا في استخدامهم للإنترنت، فكانوا يفصلون شخصيتهم الرقمية عن شخصيتهم على أرض الواقع، وهالشيء تغير تماما حاليا. يعني الشخص حاليا على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبية الأحيان أغلبية المجتمع يظهر على هذه المواقع بنفس حلته اللي موجودة في الواقع. زائر معرض الصفحة الرئيسية لما يدخل المعرض طبعاً له مسار معين لازم يمشي فيه، وهالمسار يبدأ في ثلاث مواقع، كل موقع يمثل مرحلة معينة من اكتشاف الإنترنت. فأول مرحلة أو أول موقع يشوفه هي الكتب الحكومية اللي كنا ندرسها في المدارس، المجلات، المسلسلات، متى سمعنا عن الإنترنت أول مرة، انتقالاً إلى المحتوى اللي كان موجود هذه الفترة. يعني مجموعة صور أكثر من 600 صورة مثلاً طالعة مرة واحدة، فهذه تمثل مثل كبسولة زمنية للإنترنت أيام أول. انتقالاً بمرحلة المشاركة، بدينا نرتاح شوي الموضوع نشارك بس يمكن ما نحط صورنا، نستعمل صور مختلفة. انتقالاً إلى الأسامي المستعارة اللي كانوا يستخدمونها. فكل ما يتمشى الزائر في المعرض كل ما يبدأ ينتقل من مرحلة إلى مرحلة استخدام الإنترنت، ويعني كيف قمنا نتعايش مع الموضوع. انتقالاً إلى الجهة الثانية من المعرض اللي تبدأ تبين مرحلة التعب من كثرة التواصل، مرحلة الخوف يمكن من المحتوى اللي موجود في الإنترنت. كل ما كثر المحتوى كل ما زادت نسبة التخوف والتوتر. وآخر عمل فني من المعرض يبين محادثة ما بيني وما بين الذكاء الاصطناعي، ويوثق المرحلة الحالية اللي نحن فيها مع انتشار الذكاء الاصطناعي. هل ممكن نثق فيه؟ هل ممكن نعتمد عليه؟ والعمل الفني يبين أن في مشاكل تحصل حاليا مع الذكاء الاصطناعي، أن الواحد لازم يكون حذر مع استخدامه لهذه التقنية.